حبايبي، ما بعرف شو اقول. صباح الخير، مساء الخير. صباح الخير اللي بيشوفوا بالصبح، مساء الخير اللي بيشوفوا بالمساء. هلا فيكم في فيديو اليوم. قبل كل شيء لا تنسوا تشتركوا في القناه لتكونوا فرد من عائلتنا، قربنا لل 500 الف مشترك، وكمان تابعوني في الانستغرام لتشوفوا يومياتي. اليوم قررت امسك الكاميرا مثل هيك واخذها معي برات البيت وشوف شو حاساوي شو كذا، وتعيشوا معي انتو كأنه طالعين كلياتنا سوا طلعة هيك مع بعض. فخليكم معانا and let's go. هاي ليكو أمل. ليكو أمل عم تسعل صحة. ليكو أمل رايحة في عالم هيك لحالة. أمل عم تعمل هيك هيك، والله ما بعرف ليش هيك، يعني شوي نعسانة. والله نعسانة؟ ايه. ليش نعسانة؟ ما بعرف. في حدا نعسان ما بيعرف؟ والله الأخت الله يستر. ليكو لقيتونا هون هلا عم نتجادل أنا وأمل مشان صورة. ليش؟ ليش؟ أنا نعسانة. لك نعسانة بس أنا بدي صورة للإنستغرام. على فكرة متابعني في الإنستغرام يتابعني ويتابع الفوتوغرافر تبعي، يتابعها كمان الفوتوغرافر. ما بشوف لك الشمس. يعني يتابع كمان تابع الفوتوغرافر تبعي هذا الاخ هون، يعني يو نو. جايز التقيت. شو اسمك؟ خالد. مرحبا بك خالد. التقيت خالد الكتكوت. ميرسي. يلا ميرسي بوكو. ساعات يا جماعة هي لما بشوفكم وهيك بتجوا عندي وبنلتقى وبنعانق بعض. بحبكم كثير، بحبكم. فتنا هلا على السوبر ماركت. هينا هي بالحار، يعني اكيد موجوده. بس شو بتعرفي شو قلت امل؟ قلت امل هي اتحداكي انك تاكليها كلياتها. روحي نامي يلا. ليه بالله؟ نعمل تحدي عليها احنا اثنين. انت تاكلي هي من هذول واكثر واحد يخلص فيه. ماي جاد. انا بلشت اسال من هلا لانه عن جد صعبه. ريلي Hey guys, حبايب شيماء everywhere. البنوتة الكتكوتة التقيتها، كتير كيوت. اسمها إسراء. هاي إسراء. هاي. لبس. لبس. يلا. الله يفرحك. 2 hours later. So guys تقريبا خلصت الشغلات اللي بدي اشتريها هون. و لك اول شيء انا امل، انا امل مضحكاني اليوم. ليكو وشها تعال. ايش بكي؟ شو بكي؟ شو بكي؟ المهم زي ما قلت لكم يا حبايب القلب انه خلصنا تقريبا كل شيء. هلا رح نروح نحاسب الكاشير. على فكره تعلمت هي كلمه سوريا الكاشير هو لاكس. فانا هيك بقول ما تفكروا الكشر والمرتدله اللي بناكلها، لانه بالمغرب الكشر هو الكشر مرتدله، بس بالسوري الكشر هو لاكس، يعني المكان اللي بنحاسب فيه. خلونا نعمل شغله هيك مجنونه شوي في هالفلوج. كثير عالم عم يسالوني عن وزني، فحروح هلا اقيس حالي، اقيس وزني مو اقيس حالي، بنشوف قديش وزني. بحكي لكم اياه هيك عادي انا. ما بعرف ليش عم بعمل هيك. anyway يلا. وبتعرفوا شو؟ حط الطول حتشوفوه، بس لا تستغربوا تراها. انا بعرف طولي اوريدي بس انتوا حتعرفوا هلا. يا فرحة ما تمت. جايز اون سيرفيس ما بيشتغل، الماكينة كلياتها مو شغالة. شفتوا حظ شلون؟ شفتوا حظ شلون؟ في وحدة هنيك، عارفة انه في وحدة هنيك، حروح لها هلا، إن شاء الله ما تكون هي كمان هيك، إن شاء الله. ليكا شغالة شغالة الحمد لله شغالة، وحنوزن حالنا هلا بس مشان تخلص هالبنوتة، وحاعطيها أمل هلا مشان تصورنا مشان نشوف. رغم إنه أمل ما أخذت لي التصوير كلياته، بس المهم ليكا احكي لكم هلا قديش طولي. طولي متر وسبعة وخمسين سنتيمتر، والوزن 56 كيلوغرام، وحورجيكم اياها هلا كرمال تشوفوا كل شيء بعينيكم. الطول متر وسبعة وخمسين، الوزن 56. ترى هاي ايمان صافا. كل شيء زين. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا مرحبا. مش مرحبا بكم كامليني. يلا يلا صباحا. بحتك يا ايمان. يلا يلا. شو اسمك؟ ولاء.
ينشر فينا ولد. الله يفرسك مو فغاش الله يخلي عليك. مرحبا شكرا. خلصنا الشوبينج انا وامل. شو عم تاكلي ليك؟ وعم تشتري شغلات بدوني؟ بسكوت. وعم تشتري شغلات على الاخر بدوني؟ تركية يعني بدي احس بحالي انه انا بتروح. بدي تحس بحالها انه بتركيا مشتري بسكوتات تركية. الله الله. يلا حنروح هلا على البيت ونكمل معاكم الفلوج. ابتعدت شوي على السيارة، خطرت في بالي فكرة. هلا نحن رايحين على البيت واكيد بالسيارة واكيد والدي اللي هو اللي بيسوق، فانا ححكي معه هيك عادي بالمغربي انه عادي، وحترجم لكم اذا كان في شغله هيك يعني محتاجه انه اترجم لكم اياها. فاحكي معه هيك ونشوف، يعني مثل مقلب يعني انه ححكي معه بدون لا يعرف وحصور لكم هالشغله. تمام يلا هيك خطرت ببالي مشان هيك نعمل شويه اكشن يو نو. قرب عيد ميلاد ديالي. وي بحال هذا الوقت ذاك العام كنت كان وجد لي ذاك الوقت ذاك العام كنت كان وجد لي ايوه وي الزمن يمشي. امل بغيتي تدير لي عيد ميلاد ديالك؟ قلت لها واش بغيتي؟ قلت لها امل واش بغيتي تدير العيد ميلاد ديالك؟ هي باقيه بعيده. شهر 8 هي شهر 8 انا كنت شفت معافن خدوه انا ديال ابراهيم. اي فاش كنت صغيره بهون يا جماعة انا حترجم لكم هيك حسيت بالحكي احسن، وكمان ححكي لكم الشيء اللي حكى والدي. لما كنت صغيرة كان في عيد ميلاد لواحد من رفقات العيلة تبعنا، وأنا كنت صغيرة زي ما شفتوا في سنة 2002 تقريبا. هلا بتعشوا بتشوفوا سنة 2002، وأنا هو عيد ميلاده والهدايا تبعه، وأنا كنت عم صرخ وعم صرخ وعم قلن إنه أنا بدي حقي أو بدي إنه نقسم ونشارك الهدايا. هو ما نوع عيد ميلادي، ليش أنا بدي أقسم معه الهدايا؟ يا الله. بون هاد هو الشيء اللي حكاه والدي وقال سر من اسرار طفولتي لإلكون. انا شحال كان في عمري ديك الساعه؟ عندي تقريبا شي 3 سنين ونص 4 سنين هكاك. اييه عندك 3 سنين. بغيت نفرق الكادو. واحد عنده عيد ميلاد ديالو وانا بغيت نفرق الكادو. بغيت ناخذ ديال الكادو ديالو. ما تمشي حتى نفرق الكادو. داك الشيء علاش امل خصك دير عيد ميلاد؟ لا باش نفرق معاك الكادو. انا الكادو داير عندي. قريبا تكمل 20 سنه. دابا 21 سنه بتولي عندي. كبرت. وليكنا وصلنا على البيت. مين مثلي بس يوصل على البيت بيعمل الحجاب هيك، يعني انه هيك بيقتنع. انا منهم. هلا حغير ثيابي وحنروح. وين حنروح لك؟ ساعديني قولي وين حنروح. رح نروح ناكل، رح نعمل اكله. هاي جايز، هلا حطبخ الاكله تبعي. حطيت هون الزيت وهون حطيت فص ثوم بس واحد، وهلا سيئة ححطه. بتعرفوا انه كتير قاسية. ماني لابسة حجاب لانه هيك يعني لما بطبخ بفضل انه هيك يعني يكون مرتاح اكتر، فما حتشوفوني بس حتشوفوا المقلايات. بس لحد ما نطبخها وبعدين بناكل الاكل. المهم حطيت الزيت وححط هلا شويه ثوم على حسب انتو، اذا بتحبوا الثوم حطوا اكتر، اذا بتحبوا قليل حطوا قليل، اذا ما بتحبوا الثوم لا تحطوا الثوم. المهم نحط شوية ثوم. تمام. وبعدها هلا نحط البصل كمان. استخدموا اي شيء بدكم اياه، المهم على حسب الكمية اللي بدكم اياها. نحط البصل، حنحط هلا البطاطس، وحنحط التوابل ملح بابريكا زنجبيل، المهم تحطوا التوابل اللي بدكم اياها. حنخلطهم كلياتهم، حنسكب عليهم مي ونغلق عليهم لمدة 20 دقيقة لل 25 دقيقة.
بعد ما هلا نضجت البطاطا حافقس بيضه بالضبط. المهم بهالمنطقه مثل هيك حافقس بيضه ثانيه. بتحطوا اي شيء بدكم اياه يعني على حسب على حسب انتم شو بدكم تاكلوا. وبس هلا رح نسكر عليها نحط عليها الجبن. بحب الجبنه انا لما تكون بحسها مثل شيء انسان لعيني انسان والله والله بحس شيء وجه. بنحط عليها الجبن. انا كثير بحب الجبن يكون كثير. كل واحد شو بيحب يحط. ففيكم تحطوا اي شيء بدكم اياه. بس نسكر عليها وحنسكر عليها لمده 5 دقائق ونحطها ناكلها. ليكا جايز هي هي الاكله بطاطا مع بيض وجبن. فيكم تسووها بالبيت سهله كثير وصحوها. انا هلا حناكل انا وامل. يم 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 يم. لسه مضى الاكل بتمي. كثير طيبه كانت حلوه عجبتني. حتى امل عجبتها. ليكا حتى امل عجبتها يعني وانا كثير حلوه صح عجبتني. ويا الحمد لله اكلنا كله تمام. هلا صار وقت شيل تايم انه نرتاح ويعني انه بس شيل شيل هيك على الانترنت واللابتوب كده. اليوم حشوف حلقه من مسلسل الضائع المبكر الحلقه 30. امل شافتها اوريدي انا لسه ما شفتها. حشوفها اليوم وبعملكم مونتاج لهذا الفيديو كمان. ويا بس هالشي اللي حساوي. وبس صار وقت انهاء الفلوج. كان يوم كتير حلو. انبسطت انه هيك اخذكم معي بالفلوج وتشوفوا معي يوم من حياتي. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. لا تنسوا تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين. تحطوا لايكات للفيديو وتابعوني على الانستغرام كرمال تشوفوا كل يومياتي وصوري هنيك. وبس خليت لكم براحة. بسلام.